توجه إلى معلم من المعالم السياحية في برلين، هذا هو قوس النصر. قوس النصر يعتبر المعالم السياحية الشهيرة في برلين، وهناك في بعض الأماكن طبعا مثل بوابة براندنبورغ هذا قوس النصر. نسوي زوم، يوقف شامخ في مبنى البلدية، من الأماكن السياحية، مبنى الملي، برج مثلا برج التلفزيون، ومبنى الرايخستاغ على قولة مبنى الحكومة اللي كان فيه هتلر يلغي خطاباته على ما يقولون النارية أو الثورية. فهذه في معالم يعني لابد من زيارتها عند زيارة برلين. كذلك الجدار الفاصل اللي كان يفصل بين برلين الشرقية وغربية قبل، طبعا هذا الجدار انبنى تقريبا سنة 1961 وفصل برلين، سواها جزئين، برلين الغربية وبرلين الشرقية. الشرقية طبعا اشتراكية تتبع روسيا، حلف وارسو، ومن الصوب الثاني الغربية حلف الناتو مع حرف الأطلسي. فصل هذا الجدار ما بينهم. فحين مكان يعني مكان الجدار ساير مكان ذكرى، يعني ذكرى للشيء هذا، ويعتبر معلم سياحي والناس كلها تزوره. جدار برلين من الأماكن السياحية المهمة جدا الواحد يزورها، حتى بعض الناس يعني يشترون الحل يكسرون يشترون الحصى اللي يكسرونه من الجدار كذكرى. يعني هذا شوفوها، هي بوابة براندنبورغ ماتي على لساني الله ينتبه، يعني بوابة أي أشهر معلم سياحي في برلين، ودائما تلقونها تشوفونها على العملة وعلى كل شيء. هذه بوابة براندنبورغ، بينها وبين قوس النصر تقريبا كيلو ونص أو كيلوين، بين كيلو ونص أو كيلوين، في نفس الشارع، مول في نفس الشارع. طبعا ما بقدر أيها مشي، يعني مشي يبالها يعني تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن بالسيارة أسرع. الحين بقرب صوبها، بوابة براندنبورغ ما أعرف هذه، أشهر معلم سياحي في برلين. ولا تنسون زيارة برج التلفزيون مثل ما قلنا، اللي يعتبر تقريبا الحين خامس أعلى مبنى في العالم، طوله تقريبا 365 متر. بعض الدبابات، شوفوا هاي بعض الدبابات اللي على من أيام هتلر موجود للحين، والمدفع موجود، جندي المجهول، قبر الجندي المجهول. شوف هاي مكان سياحي، شوف العالم كل لازم تمر عليه، كل الباصات السياحية تمر هنا في المكان هذا. هذه بوابة براندنبورغ. طبعا بعد هدم الجدار في 1989 وتوحيد برلين، صارت العاصمة الألمانية، صارت لألمانيا العاصمة. أنا ظني عندي الإشارة مخضرة. هذه هي بوابة براندنبورغ. جنب البوابة هذا مبنى البرلمان ومبنى الحكومة، واللي كان فيه، شوفوا هالمبنى اللي كان فيه هتلر مثل ما قلت لكم يلغي فيه خطاباته النارية أو الثورية. هذا هو الحين صار معلم سياحي والعالم كله زوره، يسمونه مبنى الرايخستاغ. كلمات ألمانية صعبة جدا علينا، نحن ما نقدر ننطقها، بس عموما يعني مبنى الحكومة، ونقدر نقول عن المطبخ السياسي. المطبخ هاي من الزوجين يا جماعة، هاي الزوجين إيداد